رجعنا من الفاصل وحطينا قاعدة قمر الدين، القاعدة بتاعت الكيكة بتاعت قمر الدين في الفرن على درجة حرارة 180، هنسيبها تلت ساعة. وبعدين دلوقتي هنبتدي نعمل في قمر الدين. هنستخدم نص قالب قمر الدين منقوع طبعا يفضل في كوباية مية. و احاول بس ايه ادوبه حرام شويه دول، وندوبه على النار خالص قمر الدين ده لحد ما يدوب. اول ما يدوب قمر الدين هنحط عليه 3 معالق سكر، سكر فركتوز، سكر اللي تحبوه، اي نوع سكر تحبوه، وربع كوبايه نشا، سوري مش ربع كوباية نشا، ربع كوباية دقيق ذرة، ومعلقتين نشا عشان يمسكوا يبقوا عاملين زي المهلبية واعرف احطهم على الكيكة من فوق. وبعدين هزينهم بالفستق المجروش مع جوز الهند. دلوقتي بقى بالنسبة للفراخ، احنا تبلنا الفراخ، صدور فراخ قطعناها زي الكباب، زي الكباب بالظبط، كباب الفراخ الايراني، صدور فراخ قطعناها زي الكباب بالظبط مكعبات. وبعدين حطينا شويه زعفران، نص معلقه زعفران على ملح وفلفل وبصله مفرومه وليمونه معصوره. دلوقتي بقى هنقطع، وابتدى قمر الدين يدوب يلين. هنبتدي نقطع الطماطم اللي هنحطها مع كباب الفراخ الايراني في الاسياخ. شيل بس اهم حاجة الزرعة، الحتة دي خضرة دي هنا كمان. تقطيع بقى ايه يعني، هنعمل كل نص اربع وحدات، دي نفس الحكاية. سريع كده تقطيع كمان. اهم حاجة بقى عشان نستفيد من رمضان والصيام ونطلع منه خسين مش زايدين في الوزن، يعني ارجوكم اهم حاجة ان نحاول ننام. في ناس هتقولي رمضان احنا ما بنعرفش ننام فيه، نقعد نتفرج على المسلسلات وبنقعد نتلم وبنتجمع والدنيا مش بصوا، لو عملتوا نظام ان انتوا مثلا تناموا بعد التراويح وبعدين تصحوا مثلا قبل السحور بشويه، تعملوا السحور مش عارفه تقروا قران، تصلوا قيام ليل مش عارفه، يعني هتضيعوا الوقت ده، هتكتشفوا ان الموضوع فيه بركه في الوقت جميله جدا. وتناموا مثلا تفضلوا صاحيين تصلوا الفجر وبعدين تقروا قرآن شوية وبعدين تصلوا الضحى وتناموا، تصحوا الساعة 11 12 تقوموا بقى تشوفوا اللي وراكم في البيت وهتعملوا أكل إيه بقى، وتقعدوا شوية كده وترتاحوا وبعدين تجهزوا للفطار. اليوم هتبصوا تلاقوه لأ جميل، يعني هتلاقوا إن أنتوا استفدتوا منه. طب والمسلسلات؟ المسلسلات كده كده بتتذاع يعني على طول موجودة، واللي مش هنشوفه الصبح هنشوفه، مش هنشوفه بالليل بيتعاد تاني يوم الصبح، يعني ده كمان يعني الموضوع ده لطيف قوي في كده. طيب نبتدي بقى نحط الفراخ في الاسياخ. اهو قمر الدين ابتدى يدوب اهو خالص، ممكن بس هنا مسحة زيت بسيطة. وهمسحها بالمنديل. الفراخ بقى انا ما بحبش امسكها بايدي، فهنعملها بالمنديل. حابين بقى تحطوا ايه، الطماطم او البصل او اي حاجه. الفكرة منها برضو لما بتتحط في الحاجات المشوية دي
ان هي العصاره بتاعتها بتطري اللحوم او كده، فدي حاجه مهمه قوي. يعني ان احنا مثلا ممكن نحط واحده كده وواحده العكس، ان هي هتطري على اللي فوقيها وهكذا. دي برضو من الافكار، من الحاجات المهمه في المشويات، ان هي بتنزل طعم الطماطمايه والعصاره بتاعتها على اللي فوقيها او اللي تحتيها او كده. يعني يفضل ثلاثة كده في الواحدة، ممكن احط كمان واحدة طماطمية كده عشان تنكه. وعلى طول سخنيه سخنيه جامد. وهنا نفس الحكاية، بصوا حطوا يعني عايزين تحبوا تحطوها خلف خلاف، هتبقى لطيفة قوي. هي الفكرة والتكة في الشيش طاووق، ان احنا لما بنيجي نحط خضار او حاجة دايما بنخلي المكان العصارة هو اللي لامس، يعني ما بنديهاش الظهر، بنديها الوش بتاعها عشان ينزل طعمه. يعني الفلفل ينزل طعمه، في ناس بتحط مشروم، المشروم برضو في ناس بتحب طعمه جدا، في ناس عاشقين للمشروم. ممكن نحط بقى اخر واحدية ونقفلها برضو ايه بطماطمية. عايزة بس شكلها يبان. طبعا انا بحط ايدي من هنا لهنا، يعني تالي خلصت معرفتوني، اكيد انا هستخدم كمية الطماطم دي كلها، استحالة ما اقدرش، اعصابي ما تستحملش ان انا احط ايدي في الفراخ والمس حاجة تانية. طماطم بس، هي يا دوبك الطماطم دي يا دوبك بالظبط على قد الفراخ ان شاء الله. يعني ريحة ما شاء الله بدأت تظهر ولطيفة جدا. طماطم كمان، اخر واحدة فراخ. بالنسبة بقى ممكن اقول لكم على السحور، السحور في حاجة لو عملتوها في السحور هتخسوا في الوزن جدا جدا، هتخرجوا من رمضان يعني فرحانين قوي بنفسكم، وخصوصا الصيف ووقت رمضان ده يبقى وقت التخفيضات بقى، والواحد بقى يخرج ويشتري ويبقى فرحان ان هو خاسس كده، تبقى بهجة يعني، حاجة لطيفة جدا. ممكن تتسحروا كوباية زبادي خالي الدسم طبعا يفضل، عليها قرفة، نص معلقة قرفة، عليها عصرة ليمونة بسيطة، نص ليمونة صغيرة. طيب عايزين بقى في مشاكل مثلا في القولون، في امساك، في يعني ممكن في مثلا مشاكل في القولون، هنحط فلاكسيد، بذور الكتان جميلة جدا. بذور الكتان دي يعني الفراعنة كانوا بيستخدموها في حاجات كتير قوي، حلوة قوي للقولون، من الحاجات اللي عاملة ضجة يعني في الأبحاث العلمية مؤخرا، جامد. وعاملة ضجة في التخسيس برضو، لأن هي بتدخل القولون بتبقى عاملة زي بتدخل، أغسل إيدي دي بس عشان عايزة أقلب بيها، بتدخل عاملة زي المكنسة، بتنظف الأمعاء كويس جدا. فمن الحاجات برضو اللي هي الديتوكس، من الحاجات اللي ممكن الواحد ياخدها، تعتبر بتخلص الجسم من السموم، لأن هي بتخلص أي حاجة، أي شوائب أو أي حاجة مش كويسة في الأمعاء بتخلص الجسم منها. بالنسبة لي قمر الدين كده ابتدى يدوب، ممكن أحط واحدة بس فراخ كمان على اساس ايه واحنا بنقدم الطبق يبقى شكله لطيف، تقليبه بسيطه. وانتوا بتقلبوا بقى، في حاجه، في ناس عصيان الخشب بتاعت شيش طاووق بتتكسر منها، الحل ان احنا ننقعها في ميه، ننقعها 3 4 ساعات كده في ميه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما تيجوا تقلبوا الشيش طاووق خلوا بالكم كويس ان
خلوا بالكم كويس ان وانتوا بتقلبوه ممكن يكون لسه ماسك في الطاسه، فقلبوه بالراحه عشان ما يتفكش او العصايه تتكسر منكم. دي ممكن نحط دي عشان الوقت. طيب بالنسبه للفراخ كده خلاص، عشان عايزه اوريكم قمر الدين على بال ما الفراخ تستوي. نشيل بقى الكلام ده، هتقع مني، وهغسل ايدي. طيب قمر الدين المفروض هزود عليه معلقه نشا، معلقه نشا هدوبها بشويه ميه ودقيق الذره، بس اما اجي انزلهم على قمر الدين هنزلهم بالراحه خالص، مش هلحق اعمل الخطوه دي قدامكم عشان وقت الحلقه. فهوريكم الكيكه بعد ما خرجتها من الفرن، ده شكلها النهائي، وده قمر الدين اللي انا مجهزاه من قبل الحلقه، عملته بالنشا وبدقيق الذره وشويه سكر صغيرين. نبتدي بقى نقلب قمر الدين ده، يعني هو عايز ايه؟ هو مسك نفسه الصراحه، وهو المفروض يمسك نفسه. بسم الله، تقليبه بس كويسه كده عشان ما يبقاش ايه مكلكع، ونبتدي بالراحه ننزله على الكيكه. بس في الحاجات دي بقى يعني لما نيجي نحط حاجه كده من جوه لبره نطلع كده ونقلب، وبالراحه عشان ما تقعش من جوه لبره، بالراحه خالص بحركه دائريه. الحاجات دي يعني من واحد الاطفال بقى بيحبوا يلعبوا بالحاجات دي قوي. بصوا قمر الدين كده مسك نفسه تمام، وبقى قاعده بقى قادرين نحطه على الكيكه من غير ما، على قاعده الكيكه اللي احنا عملناها من غير ما يقع. دي حاجه. اخر تكه هنا ممكن نحطها شويه فستق مطحون او مجروش، حاجة جميلة، ويا رب كده تعجبكم ان شاء الله. وشوية قمر الدين برضو نكسر اللون. وبكده دي كيكة قمر الدين جلوتين فري او خالية من الجلوتين. والشيش طاووق هوريه لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. شيش طاووق ايه؟ كباب الفراخ الايراني، هوريه لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. كده النهارده عملنا كباب الفراخ الايراني بالزعفران وكيكه قمر الدين الخاليه من الجلوتين. اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. سلام.